أعلن عدد من الناشطين التونسيين بالإضافة إلى الرئيس الأسبق منصف المرزوقي إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما وصفه بالحكم الفردي للرئيس قيس سعيد. وأعلن الإضراب عن الطعام وأعلنه عدد من أعضاء مبادرة مواطنون ضد الانقلاب. اعتبروا الخطوة شكلا متقدما من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة ما دعوه حكما فرديا يستعمل مؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه. من داخل مقر حزب حركة تونس الإرادة تتحول الاحتجاجات ضد الرئيس إلى إضراب مفتوح عن الطعام تنفذه شخصيات سياسية وحقوقية ونشطاء ضد المسار الذي انتهجه الرئيس سعيد منذ 25 من يوليو الماضي. المضربون عن الطعام يدعون إلى توحيد الجهود لمواجهة ما يصفونه باستبداد الرئيس ومحاولته تصفية معارضيه. اتجهنا الى الجسد نتاعنا باش نعبروا به ضد كل ما قاعد يعمل فيه المنقلب في قصر قرطاج الغير شرعي. احتجاجات في الشارع واعتصام في العاصمة كلها مراحل سبقت تنفيذ هذا الإضراب، إضراب يراه مراقبون شكلا متقدما من أشكال التصعيد في مواجهة حكم سعيد قد يحظى بدعم طيف مدني وسياسي واسع في قادم الأيام لتحقيق أهدافه. إضراب الجوع مع الضغط الإعلامي والتضامن الحقوقي المحلي والدولي يؤدي رسائل ويؤدي إلى الضغط، وهذه المرة بحكم تضامن شخصيات عالمية معه بما فيها رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي من المتوقع أن يؤدي هذا الضغط إلى نتائج. يتوافق تركيز الإضراب مع تزايد الضغط الشعبي في الفترة الأخيرة على الرئيس للعودة إلى المسار الدستوري أمام استمراره في الهروب إلى الأمام، تزامنا مع إصدار القضاء التونسي قرار سجن ضد الرئيس الأسبق المرزوقي بأربع سنوات، وهو ما ينبئ وفق متابعينا بانتكاسة لما تبقى من مكتسبات الثورة. مرحلة جديدة تدخلها التحركات الاحتجاجية ضد الرئيس بتركيز إضراب مفتوح عن الطعام. يقول منفذوه إنهم يسعون لاستدامة احتجاجاتهم ردا على محاولة الرئيس مواصلة إجراءاته المتفردة بالسلطة. أميرة مهذب، العربي، تونس. معنا من تونس صالح عطية مدير موقع الرأي الجديد. أستاذ عطية، مظاهرات، اعتصامات والآن إضرابات مفتوحة عن الطعام، هل ترى أنها وسائل بالفعل قادرة على زحزحة الرئيس قيس سعيد عن مواقفه؟ تحية إليك في البداية وإلى مشاهديك الكرام. أعتقد نعم، إذا ما تكثفت الحركة المناهضة للانقلاب، إذا ما عرفوا أو عرفت هذه الحركة كيف تستثمر غضب شعبي الآن يتنامى في تونس وغضب سياسي من قبل الطبقة السياسية باختلاف تلوناتها، إذا ما أدرك الجميع هنا في هذا الإضراب بأنه والحركة اللي من خلف الإضراب أيضا بأنه لابد من وسائل أخرى أيضا، الاحتجاج في الشارع، الاحتجاج على مستوى الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، إضرابات أخرى ربما في بعض بيوت النواب البرلمان، في بعض بيوت السياسيين، تكثيف الحركة من هذا القبيل، تحويل تونس إلى ربما عاصمة للجياع من أجل لإضرابات الجوع من أجل صد انقلاب الرئيس قيس سعيد، هذا سيؤتي أكله. القضية قضية إرادة وقضية توقيت أيضا. لكن مع كل ذلك سيد عطية، الرئيس قيس سعيد ما زال يعني متمسكا بخطابه الذي تعود عليه التونسيون، يتحدث بالأمس عن مكالمة رصدتها وزارة الداخلية لمحاولة اغتياله، هل ترى أولا هل تصدقون هذه الادعاءات؟ يعني أنا لا أصدقها طبعا باعتبار أنه لرئيس الجمهورية إذا ما كانت هنالك مثل هذه المسائل علي أن يطرحها للقضاء، علي أن يحيلها للقضاء وأن يكشفها للتونسيين. لماذا لا يفعل؟ لا معنى للحديث عن محاولة اغتياله في مكالمة هاتفية، لا لأنه ليست هنالك معطيات دقيقة في هذا الموضوع على الأقل إلى حد الآن. يعني لا أعرف رئيسا للجمهورية يتحدث عن عملية اغتياله ومحاولة اغتياله دون أن يتحدث عن تفاصيل مكالمة هكذا نقلها له وزير الداخلية. يعني هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها رئيس الجمهورية عن محاولة اغتياله ومحاولة اغتيال مسؤولين سياسيين، يعني هذه أصبحت جزء من خطابه وجزء من الأدوات التي استخدمها ضد خصومه، وهذا يعني في نهاية الأمر
نوع من استدراج التوانسة التونسيين على أنه يستعطفهم أيضا على أنه مستهدف بالاغتيال من ناحية، ومن ناحية ثانية هو يعني يقول بصريح العبارة أيضا بأنه مفلس من الناحية السياسية، ليست لديه خيارات كثيرة، أصبح الآن يستدرج في عواطف التونسيين وفي عواطف الرأي العام الدولي، ويعني تخوين التونسيين من خلال علاقتهم بالمخابرات الأجنبية. رجعنا إلى هذا الخطاب الذي يعني تبناه منذ أشهر عديدة. طيب ما وقع هذا الخطاب سيد عطية على الرأي العام التونسي الذي في بدايات الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد كان يؤيدها إلى حد كبير؟ هل هناك تراجع؟ أنتم على الأرض هل تلمسون تراجعا في التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد؟ نعم سيدي الكريم، هنالك تراجع لافت للنظر، الذين كانوا مع الرئيس سعيد اليوم يطرحون أكثر من سؤال، أين الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية؟ لماذا لم يضع المفسدين والفاسدين في السجون؟ أين القضايا التي تحدث عنها؟ أين الأموال المهربة التي سيعيدها إلى تونس؟ لماذا لم يفعل كذا؟ لماذا لا يتحدث مع خصومه السياسيين؟ لماذا لا يستدعي يعني الشخصيات السياسية وربما يسمع منهم ماذا يمكن أن نفعل في تونس؟ لماذا يترك الأزمة السياسية إلى هذا المستوى؟ لماذا يشتم خصومه أصلا؟ يعني حتى الذين هم قريبون منه غير راضين على نوعية خطابه ومضمون هذا الخطاب المتشنج والمتوتر من رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا صالح عطية، مدير موقع الرأي الجديد في تونس.